استقبل أشرف حكيمي ووالدته في المغرب بالبصارة. توم بريز سلام الله عليكم. نظمت ساكنة القصر الكبير استقبالا جماهيريا كبيرا لظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي للاحتفاء به بعد الأداء الكبير الذي قدمه رفقة المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022. كما تم تنظيم استقبال النجم المغربي في ملعب المدينة الذي سمي باسمه أشرف حكيمي. هذا وقد خصص البرلمان ورئيس المجلس البلدي محمد سيمو استقبالا على أشرف حكيمي وعائلته، حيث قدم له وليمة عبارة عن وجبة بصارة وهي أكلة تتميز بها مناطق شمال المغرب في فصل الشتاء. وأثار تداول مقطع فيديو لحكيمي مع وجبة البصارة جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من استحسن الفكرة وبين من يرى أن استقبال نجم كبير بهذه الأكلة لا يليق نظرا للكرم الذي يعرف به المغاربة أثناء استقبال ضيوفهم. كما أشاد في المقطع أيضا أن طبق إثره يعد طبقا تقليديا، إلا أنه بعد ذلك قد قدمت أطباق فاخرة مغربية عبرت بها عن كرم المغاربة ترحيبا للنجم المغربي أشرف حكيمي رفقة عائلته. مرحبا بيسارة أشرف سيد عبد مرحبا زيد كما كتشوفوا تقاليد ديال مدينه القصر الكبير دار الحاج سيمو، وعجبتنا هذه المبادره كحنا كتريتر، عجبتنا المبادره ديال البيصاره. انا دائما نتشدد لحدث التقاليد والتراث البلدي. اليوم جبت الطفله جبليه اللي كانت حاضره من الشاول، هو زويتنا البيصاره بالحار محمد سيدي والكبير نور الحاج. شكرا شكرا تبارك الله. شوفوا سي اشرف هو كيكون وكل شيء صحة وراحة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.